مرحبا بكم الاخواني اخواتي. اليوم ان شاء الله غادي نحاول نصوب لكم انفريزي يعني بطريقه بسيطه وبطريقه يعني ماشي بثمن غالي. غادي توفروا غادي تحصلوا على انطارت كبيره ديال 14 بيرسون او 12 بيرسون على الاقل 12 بيرسون على الاقل يعني ان شاء الله. طارت زوينه في المذاق ورائعه في الديكوراسيون ديالها، انتم كتشوفوا بها قدامكم، وان شاء الله تحصلوا عليها باقل تكاليف وثمن بسيط ان شاء الله اللي ما غاديش يتعدى 60 درهم باذن الله، وتحصلوا على ان غرون طارت زوينه. ونتمنى لكم ان شاء الله تنجزوها في الدور ديالكم. غادي نمشيو نشوفوا الطريقه ونشوفوا المقادير ونحصلوا على هذه النتيجه ان شاء الله الرائعه. مرحبا بكم. المقادير ديالنا هي كالتالي ان شاء الله: واحد 500 غرام ديال الكريم فريشه، واحد 80 غرام 90 غرام ديال السكر يعني حبيبات، 700 غرام ديال الفريزه نغسلوها ونقيوها مزيان. عندنا هذا البسكوي اللي غادي نخدم هنا يعني بسكوي اي نوع، يمكن لكم تخدموا اي نوع ديال البسكوي. شويه ديال النفاج تقريبا واحد 100 غرام، شويه ديال لاروم، لاروم اختياري اللي بغى يديرو، اللي ما بغاش بلاش. عندنا واحد المعلقه ديال بودر كاكاو، 20 غرام ديال البودر كاكاو، واحد 80 غرام ديال الزبده على حسب العجينه ديالنا. عندنا واحد جوج باكيات ديال البسكوي كنديرهم في الباتور، كندير لهم شويه الزبده يعني جوج باكيات البسكوي نقدر ندير لهم حتى 150 غرام ديال الزبده، ونديروا معلقه ديال بودر الكاكاو. نخلطوا ان شاء الله هاد البسكوي ديالنا والزبده والبودر الكاكاو باش يصبح لنا ان بسكوي فيه الشوكولا، فيه الكو ديال الشوكولا ان شاء الله. واحد المول انا درت على حساب يعني درتو مربع، يمكن لنا نديروه داير، يمكن لنا نديروه في اي شكل بغينا، اي شكل بغينا حنا. هنا كناخذوا هذا البسكوي ديالنا اللي صوبنا عباره عن جوج باكيات ديال البسكوي، معلقه ديال بودر كاكاو والزبده، يعني حتى كيرجع البسكوي ديالنا كيتشد بحال هكا. تنضيفوا كنخويو هنا البسكوي ديالنا، نخويو هكا هنا. غادي نوريكم عليه ان شاء الله، كيبان لكم كيف غادي تقولوا يعني هذا البسكوي ما غاديش يتجمع، بالعكس غادي يتجمع لانه فيه الزبده، مع الضغط عليه ان شاء الله غادي يتجمع لينا. نضغطو مزيان كنقطعو منو هاد الراس هكا هكا، ما يكونش كبير على حساب المول ديالنا، ونقسموه على جوج. كنجيبو الفريز ديالنا كنديروه هنا، كنوركو عليه ما خصوش يجينا فايت المستوى ديال المول ديالنا، هادي ضروريه ان شاء الله باش نحصلو على نتائج زوينين باذن الله. نعاود وحده اخرى، دائما عينك ميزانك على حسب المول ديالك. كان المول اعلى يمكن لنا نديروها كامله، كان المول صغير بحال هذا ما يمكنش لنا نديروها كامله ابدا. نطلعوا الكريمه الطريه ديالنا، نديروا شويه ديال السكر، ونديرو معها هاد الفريز اللي طحنا يعني اللي كتبقى لينا.
غادي نضيف لاروم ديالي اختياري اللي بغا يديرو يديرو اللي ما بغاش بلاش هنا باش نعطيها مذاق ولون اجمل. القيمة ديالنا غادي نديروها غير بشي معلقة أو شي حاجة أولا شي حاجة باش دائما في إطار الإطار الساهلين يعني اللي يمكن كل ربة بيت ديرها بتكلفة غادي طيح عليها تكلفة بسيطة إن شاء الله مغاديش تجيها غالية. يمكن لينا نقطعو شوية الفريز نديروه معها في الوسط باش تجي عامرة فريز. يمكن لينا نديروها بالكريمة هاد الكريمة راه فيها الفريز مطحون اللي بغا يدير لك الطرف ديالنا باج. غادي ناخدو شوية ديال لاروم نديرو لنا الطول ديالنا غادي ناخدو شوية ديال الكريمة ديالنا شوية هادي الورد ديالنا ندير واحد الكلاصاج سبيسيال زوين يعني بدون تمرة بدون فيها بدون هاد الكوش اللي غادي نغطيو به في الاخير اللي كيجي بحال بحال الميروار ما فيه لا جيلاتين لا حتى حاجه يعني كيجي كيلمع كيعطي منظر جميل للاطار ديالنا ان شاء الله. انتما شوفوا معايا الاطار ديالنا غادي تجي زوينه في المنظر رائعة بإذن الله. واللي شافها غادي يقول لك صوبتي لها كلاصاج يعني ميروار وهو ماشي كلاصاج ميروار بالعكس كيجي بنين ما فيش جيلاتين وكيعطي منظر رائع بإذن الله. غير بشوية نبداو ندوزو غير بشوية ندوزو سبانتور ديالنا حتى نصوبو جميع نجيبو شوية د الماباج كنديرو ليه لون مغلوق كنديرو فوق البياسة ديالنا بحال هكا هانتوما كنحاولو نديرو لكم واحد الحاجة زوينة يعني تعطيكم منظر رائع كأنكم شريتوها من لي بروفيسيونو لي ديروها بيديكم بإذن الله. نقدرو نديرو عدة ألوان نقدرو نديرو الشوكولا حتى هو حنا غادي نكتفيو بهذا القدر إن شاء الله وبهذا اللون ان شاء الله غادي تبدا تبان رائعه رائعه رائعه. فريز نديروها على هذا الشكل هنا غادي نقطعو ان شاء الله الفريز ديالنا بهذا الشكل كنضغطو عليه بحال هكا كيتحل كيعطينا هذا المنظر الرائع. عندنا لاطار ديالنا صوبناها مباشره غادي نديمو ليها مباشره بدون ما نبردها. اللي بغى يبردها خصو يدار كونجيلاتور باش ما يغامرش ما يخاطرش. هنا كنجيو بونجا كندير فيها الماء سخون طايب طايب ماشي غير سخون ما طايب كندوزو هكا دائما كندوز الماء ديالي هكا كيما قلت لكم ماء طايب بزاف ندوزو ما كنطلعوش الفوق باش ما نقيسوش اسميتو ديالنا هكا
غادي نحاول نديمو لي ان شاء الله تورتة ديالي. ومن الافضل دائما كما قلت لكم نخليوها يعني تتبرد، غادي تديمو لينا مزيان بدون مشاكل بدون حتى مشكل ما غادي تكون عندكم. مي ربما هكا تجيكم يعني تخسر لكم او تعوج لكم، من فضلكم حسن لكم باش يعني جمدوها انتما غير بشويه. هادشي كيبغي واحد لا ديليكات، واحد شي حاجه يعني ما نديروش شي حاجه اللي ندمو اننا قصرنا بها الحاجه ديالنا. هانتوما شوفوا هنا راه هزا غير بشويه كنكله، هيا شوفوا لي الروعه من الجناب. مرحبا بكم، هذه هي لاطارت ديالنا الرائعه، يعني مجرد نصف ساعه وعندنا لاطارت يعني باشياء متوفره في البيوت، يعني بلا ما نكونجليها يعني بلا ما ندوزها في لاكونجيلاسيون. اللي مهم فيها اننا نعرفوا كيفاش نديمويوها ان شاء الله. وريتكم الطريقه باش ديمويوها، وريتكم الطريقه ان شاء الله. شوفوا الجناب ديال لانترومي ديالنا الفريز والطبقه ديال البسكوي ديال الشوكولا. هذا البسكوي المتوفر يعني هذا لاطارت بادق التفاصيل بادق التفاصيل كتقام علينا شحال، غادي نقولوا لها غتقام علينا ب 60 درهم، يعني بهذا الشيء اللي درنا فيها. الا غادي نمشيو نشرو لا طارت ب 60 درهم، غادي نشرو ام بتيت طارت وما غاديش تكون كيما بغيناها، ما غاديش تكون كيما بغيناها، وما غاديش تكون بهذا الكبر هذا الحجم. غتمشي تشريها غادي تشريها ب 12 13 14 فرانك، الا مشيتي للمخابز الكبرى اللي عندهم ثمنات غاليين غادي تشريها ب 200 220 230 240 حتى 250 درهم. ان شاء الله نتمنى لكم اخواني اخواتي كل التوفيق، ونتمنى لكم ان شاء الله تستفدوا من هاد لي طارت. الناس اللي يمكن لهم ان شاء الله يبذلوا مجهود ويصوبوا بحال هاد لي طارت في بيوتهم ويحصلوا على دي بون طارت في المذاق وفي الكو وفي كل شيء، يعني ان شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.